الدار البيضاء على حلبة سباقها التاريخية احتضنت بعد سنوات طوال بطولة دولية، الأمر يتعلق بملتقى إفريقي بمشاركة عدد من منتخبات القارة السمراء، حيث كانت سباقات المطاردة الجماعية والمطاردة الفردية نساء وذكور والتي عرفت نتائج جيدة للعناصر الوطنية خلال أولى الأيام. كيف كتشوف على ان المنتخب المغربي حرف الف درجة كبار، يعني عمل واحد التوقيت ديال 4 دقائق و59 او 49 ثانيه، هذا يعني كيأهلوا للميداليه الذهبيه متبوعه من الفريق الجزائري اللي كيعمل 5 دقائق 04، يعني الميداليه الذهبيه ان شاء الله من نصيب المنتخب المغربي. وعندنا منتخب الشباب راك شفتوا التجربه ديالو لان كانت يعني جديده، ولكن الحمد لله كيبشر بالخير. منتخبات مغاربيه عربيه وافريقيه جنوب الصحراء التأموا بالعاصمة الاقتصادية وكلهم أمل في جني النقاط التي تهبها هذه البطولة للمتفوقين على المستوى الفردي والمنتخبات. كمنتخب مصر طبعا احنا محتاجين نلعب البطولة الأفريقية عشان النقط في الرانكينج بتاعنا، وان احنا كمشاركة أفريقية احنا بنشارك في طريق وفي مضمار، يعني احنا المرة دي مستعدين جامد ان احنا نشارك في الاثنين. السباق على الحلبة له تقنيته الخاصة التي تخضع دائما للتطور والتحيين، ذاك ما يجعل عنصر التكوين أساسيا. لقد اشتغلنا بالأمس مع الفرق الوطنية والمدربين وكذا المؤطرين المغاربة، ولقد حضرنا على هامش هذه البطولة لنطبق برنامجا تكوينيا متكاملا. اختتمت أولى أيام هذه المنافسة والعناصر الوطنية تمكنت من الفوز بثلاث ميداليات ذهبية وميداليتين برونزيتين، مما يعتبر حصيلة جد إيجابية.